في شهر رمضان يكون الإقبال بشكل كبير على الأسماك لدى المغاربة، وفي جولة داخل أهم سوق للسمك بمدينة الرباط سنتوقف على أهم الأنواع المعروضة والمتنوعة وأسعارها التي تشكل جدلا داخل الشارع المغربي. مشهد السوق المركزي بالرباط حاليا يختلف عن السنوات الماضية، ومعظم أنواع السمك المطلوبة في المائدة المغربية تتفاوت أسعاره، فالقدرة الشرائية للمواطن المغربي أصبحت متباينة. المهم كان إقبال على السمك في هذا الشهر رمضان بالخصوص، وسيرتو في ديك العشر أيام الأولى كان الثمن مرتفع، دابا هاد العشر أيام الثانية الثمن رجع عادي كما الفطر. ميرون دابا داير 60 درهم، كروفيت 80 درهم، في الأول ديال رمضان كان داير 130 درهم، فهمتيني؟ والسرديل راه كان تقريبا الثمن ديالو مزيان اليوم 15 درهم حتى 12 درهم، في الاول وصلت حتى 20 25 في 10 ايام الاولى. دابا السوق رجع كما هو الحمد لله، كان السوق عامر بالسلعه، كان العرض والطلب شويه مع هاد نيت كوفيد وهذا هو اثر شويه على القدره الشرائيه. معدل استهلاك المواطن المغربي من الاسماك لا يتجاوز 10 كيلوغرامات للفرد الواحد في السنه، ويختلف رأي مصطفى عن رأي إبراهيم حيث يرى أن الإقبال ضعيف والأسعار مرتفعة. ما كاينش داك الشيء، ناقص بزاف بعشرة، ما كاينش بحال الأعوامات الأخرين. الأسعار طالعة ومن بلاصة وين يبيع بعشرة والو. آراء مختلفة حول أسعار الأسماك، ورحلة السمك تمر على يد وسطاء قبل وصوله إلى المستهلك، والذين يسمون باللهجة المغربية بالشناقة، وهم المتحكمون في أسعاره في كل مرحلة. السوق الواحد هنا اللي عندنا في الجهة ديالنا هو السوق ديال الدار البيضاء، اللي تيمول تقريبا المغرب كله، تيمول المغرب كله، تيكون ضغط كبير عليه من طرف التجار وكذلك من طرف الشناقة ديال الحوت اللي تيلعبوا دور كبير في الغلاء ديال بعض المواد اللي تتكون قليلة، وتيحاولوا يوركوا عليها باش يزيد في الثمن ديالها. هذا هو المشكل اللي كاين. السردين هو سمك الفقير والغني، وسعره هو مؤشر ارتفاع سعر الأسماك، فإذا كان سعره مرتفعا فلا مجال للاقتراب من باقي أنواع الأسماك الأخرى الغالية الثمن، ويحتل المغرب المرتبة الأولى عالميا في تصدير سمك السردين المعلب لأكثر من 60 دولة. إكرام الأزرق، قناة الغد، الرباط.